مجددا تطهر. ما هي الاتفاقيه غير معروفه للسوريين في ذلك الوقت، شبه سريه اذ لم يتم الاعلان عنها ولم تتداولها وسائل الاعلام النادر ومش عارف ايه. كانت اتفاقيه مذله للاسد الاب بكل ما تحمله في بنودها، حيث اذعن الطرف السوري دون وجود اي نقطه ايجابيه في مصلحه السوريين، وهو هذا اللواء بالتخلي عن اللواء اسكندرون. يا خبر ابيض، انا اول مره اعرف الاتفاقيه دي. والان انت لما تقول له للتركي الان في اجتماع لمجلس الامن، فرنسا وبريطانيا، حلول التركي مالكش حق تدخل على سوريا، حيطلع الاتفاقيه يقول له تفضل شوف الاتفاقيه. طبعا. طيب عشان الوقت بيجري مني، استاذ يوسف حضرتك قلت منطقه امنه داخل حدود السوريه. انا هنا التبس عندي الامر، وخليني اقول لك قدام الاستاذ احمد وقدام الاستاذ جنكيز، ماذا تقصد بكلمه المنطقه الامنه؟ سيطره تركيه شامله على المكان؟ يا سيدي، المنطقة الآمنة عندما تعجز كل الدول وخاصة المجلس، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في استصدار قوانين تجرم وتمنع النظام الموجود من قصف شعبه، نظام يقتل شعبه، وعندما تستمر آلة القتل 9 سنوات، أين يذهب الناس؟ يذهبون أين؟ يهاجرون. هل هاجروا إلى، هل خرجوا إلى موسكو أو إلى طهران أو إلى واشنطن؟ الدولة الوحيدة التي تستقبل أكبر نسبة من المهاجرين هي تركيا، وتركيا الآن 3.5 مليون استقبلت، 550 ألف أضيف إليهم مواليد، أصبحت 4 مليون. والآن يتم الحديث ربما عن عملية عسكرية ضد إدلب، وعندما نكون هنالك في إدلب، نتكلم عن إدلب، فربما أيضا 3.5 إلى 4 مليون آخرين الآن سيهربون برا إلى أين؟ إلى الحدود البرية وهي أيضا تركيا. وبالتالي يجب إيجاد حل لهذه المعضلة. هنالك إلى الآن اليوم القصف النظام السوري إلى ريف إلى حمل الشمالي وإلى جنوب إدلب. اليوم هؤلاء الناس الآن على الحدود التركية، وتركيا مغلقة الحدود، كيف يتم إنقاذهم؟ طيب. ما الذي يعمل؟ وبالتالي المنطقة الآمنة ليس فقط المنطقة الآمنة في شرق الفرات، تركيا تدرس الآن إمكانية فرض منطقة آمنة حتى في إدلب. ماذا تقصد بكلمة منطقة آمنة؟ نقصد في منطقة آمنة أن لا يكون هنالك أي تواجد لأي ميليشيات مسلحة تحت الإدارة التركية. تركيا مسؤولة كإدارة مدنية عن هذه المنطقة الآمنة، سياسيا تؤول المعارضة تماما كما وجدنا في منطقة، وإن كانت منطقة إدلب منطقة خفض التصعيد، ولكن نرى في درع الفرات وغوص الزيتون إدارة كاملة مدنية في هذه المناطق آمنة، ممنوع أي تدخل أي دولة في هذه المنطقة. 365 ألف نسمة من السوريين يعني عادوا إلى هذه المناطق. طيب يعني إدارة تركية تقصد حضرتك؟ طبعا إدارة تركية. طب ده فعلا احتلال دولة يا سيدي. أي دولة، لا توجد دولة هنا، توجد هنا عبارة عن مسرح لميليشيات مرتزقة، يعني قضية شغل عصابات. يعني أي دولة تتكلم عندما تجد طب أنا أسألك سؤال، ما من أين جاءوا البيكاكا والبي واي دي والواي بي جي وقصد؟ من أين جاءوا؟ ألم يأتوا من العراق؟ طب أين يتم تسليحهم؟ ألا يتم تسليحهم من العراق؟ أين الدولة؟ لماذا لا تتصدى الدولة ضدهم إذن؟ يعني معنى كده أن القوات التركية التي دخلت لن تخرج، لن تخرج إلا بعد أن يتم الحل السياسي والدبلوماسي، وهذا ما تريده من خلال مسار أستانا، من خلال مسار لجنة الدستور. يجب تفعيل الحل السياسي والدبلوماسي لحل المشكلة برمتها، ولن يتم هذا الحل في ظل هذا النظام الذي يقصف شعبه. طيب. في هذا النظام الذي يستبيح دماء شعبه. طيب.